تأتي هذه القمة دعم لاستراتيجية إمارة رأس الخيمة للطاقة والطاقة المتجددة 2040 اللي تتكون طبعا من 9 عناصر رئيسية بمشاركة مع جميع القطاعات والحكومات سواء كانت محلية أو اتحادية أو حتى القطاع الخاص لدعم هذه الاستراتيجية وإنجاحها. هذا جزء لا يتجزأ اليوم من عرض النتائج على مستوى القمة. كذلك اليوم من أهم الأحداث اللي تمت هو حصول بلدية رأس الخيمة على جائزة الإمارات للطاقة المقدمة من وزارة الطاقة والبنية التحتية.